كنت راسي وليك رجلي ما كنتش نكلكم مرت بالسلطان جرى عليا الولاد جرى عليا الراجل بغيت عايشة بالزرقاء كلمات ديال كلها نتهرم على الشماكرية سير لي وليدي سير لي وليدي سير لي وليدي البنت اللي كل واحد اش اللي بغى يدير له كلشي غادي يدير اللي بغى الجوع والمرض من جهة واحد الحالة ما تصورش كنت نغمض عينيا حتى كنعيا وكنمشي نقول غادا نمشي للدار نتقشى فيها تلقى الدري هاجي من واقف الدري الاخر هذا عصا مالكم وليدي كندخل لا ما تدخليش علاش لا انتي تفارقتي مع عبد الله با تفارقتي مع با من ردوكش للدار سيري بحالك ارجعي سيري رجع لكازا لبلادك رجع للدار البيضاء يقولي ساري ولا غادي نحسك لامك عندك البارح هبط عليا الحديدة هبط عليا مرت عدم هبط عليا بحديدة شالي العافية في الدار خري جيبها هرس لموان هرس ما كل من كسير كل من طلبت ولا قدت الدقدق وتهرس انت نطلب منك مأخوذ المحسينين انت نطلب منك يا سيدنا وتنطلب والنعاس ديال برا النهار تنتخشى تحت قنطرة النهار تمشي نتخشى تحت دار شي واحد ويا لالا سيري بحالك ما تنعسيش قدام الدار ديالي كان فوق شي مرض ولا شي حاجة سيري بحالك تمشي تحت شي شجرة تنقول امي انت غادي نجي للشماكة يا عاوتاني تكرفس هاديك ما بيهمنيش تكرفس وانا مبيضة لا حول ولا قوة الا بالله ان هادشي اللي وقع عليا ما نسحبوش هنايا نسحب راسي هنايا بحال هادشي وقع عليا مبقاش نتاحر وغاش نشرب السم وغاش نأدي بعمري ونمشي للجنة قلت خلي أنا مريضة بالسرطان خليني ما ربنا نمشي للجنة نموت على خاطري كيوقتلني المرض العائلة ديال بوا ما تيحملونيش تيحرشو عليا الراجل تيحرشو عليا الولاد تيقولو لهم عاد عاد طوبك هنا وتن دابا 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 حاليا فين كتباتوا؟ حياتي كلها قدام انت واش انت الابنه ديالك اللي جرى؟ الولد ديالي حياتي كلها قدام الجدارميه وقدام السبيطارات ولا قدام الديور كانوا خاوين كنعس تحت منهم نتفرج على الناس تحت منهم حويجات شحال شوفوا خارجين من الدار شحال؟ ودابا راه شي سيمانه هادي خرجت شي سيمانه دابا باش خرجت ورجعت عاوتاني وصورتني وخرجت رجعت دخلت خرجت ثاني ماشي دابا شنو كطلبوا دابا الصوت نطلب انا بغيت من التقرير انا وبنتي تي ولدها اين بلاصه دابا نشوفوا تتواجدوا اين بلاصه اين بلاصه نتوما في المنطقه اللي كتجيني بوقنادي هذا بوقنادي لا الدار عندك فين بوقنادي واخا لا انت عندك شي مرض تتعاني به عندي السرطان نشوف عندك بحال غنعاود لا صافي غنعاود السيري غتعاوديه غنعاود السيري كاين اللي كيعاونك كاين تس عندك المشاكل عندك المشاكل اللي تتوقع ليا وداك عايشه شي فرحتي رجع ليا المرض رجع ليا عاوتاني للبلايص كاع اللي كنت وليت لاباس منهم رجع ليا عاوتاني غنمدن بك على خاطرك السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في هذا اللايف المباشر من بوقنادي كما كتشاهدوا واحد الام الكلومه مسكينه جرى عليها الولد ديال الابن ديالها وهي دابا حاليا كتبات غير في الزنقه هي وبنتها وواحد الوليد صغير وكما جاء في القران وبالوالدين احسانا الله سبحانه وتعالى توصي على الوالدين بالوالدين احسانا ولكن حنا ما فهمتش انايا علاش هاد الناس كي يعني اش غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اي السيده مريضه كتعاني من مرض السرطان وعرفت بان هذه الازمه ديال الكورونا هادشي اللي واقع فيه البلاد يعني السيده مسكينه ما عندهاش فين تباش ما عندهاش فين سميتو كتعاني من المرض وكنتمنى من الناس زعما اللي غيشوفوا هذا الفيديو باذن الله غنحطوا الرقم ديالها وكنحاولوا تعاونوها يعني قدر الامكان
يعني واخا تعاونوها غير بالقليل ولا هذه، المهم الله سبحانه وتعالى تيجزي اجر المحسنين. وكنتمنى من الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو يتعافوا، حنا في مدينه بوقنادل، يعني في بوقنادل اخص. وكنتمنى الله يشافيها. شكرا لكم متابعي قناه شفتي في هذا اللايف المشير من بوقنادل. كما كتشوفوا حاله ديال واحد السيده مسكينه تعاني واحد المرض مزمن، يعني فيها مرض السرطان، الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. كتعاني من الامراض، وعاد عرفوا بان سيرتو في هذه الايام اللي كنعيشوها حنا وكتعيشها اللعبة، باش يعني صعيب باش تلوح الام ديالك للزنقه يعني في هذه الفتره هذه. وكنتمنى يعني كنتمنى من الناس ومن المحسنين ومن متابعي قناه شوف تي في ومن المسؤولين ومن السلطات المحليه يشوفوا من حالها ويحاولوا يرجعوها على الاقل غير لدارها، ويتعاقب يعني الابن ديالها على هذا الجرم اللي دار في حق الوالده ديالو. وكنتمنى من الناس يعاونوها ولو بالقليل، هذا الشيء اللي كاين. لا كي الاعتداء اللي كيتعدى عليك شنو هو؟ يعني ضربك عمو؟ ضربك عمرو؟ واحد العام تحب عليا بو عمو، تحب عليا بو عمو، هو يهزن ويخبطني من الكتاف، وعمو بنته، ديك البنته ديك الحاجه ديال الطنبيل، هذاك الضغط ديال عمو اللي عندي هنايا في هاد الجيري كان تعطيني، ولا هي اللي باش تركب في السلطات، على حسب قال لي الوسيس، قال لي الوسيس، وملي مشيت درت السكانير، قال لي عندك شي حاجة أنا كنتي دايرة كسيدة، ولا كنتي كاين لا راه واقع لي، كنت مصوتة تما مصوتني، اللوس وولدي، قال لي راه عندك السلطة، عندك الغزيلة في السلطة، دابا راه باقي هي اللي غيديرو لي هاد الشي لي. كيبقى ليا كيبقى ليا غير داك الوليد الجوع، 3 ايام دابا ما كليناش، 3 ايام ما كليتوش، 3 ايام من النعمه ما طاحتش، امي ساقو الدواء ديالي ما خرجش، اللي كثر عليا ما خرجش الدواء معايا، الدواء ما خرجتوش، حنا خدامين، درتي ما خرجتهاش، عطاتني واحد الفطرة، ايوا نطلبو ربي، الله يهديه ولا يدي. اللهم امين. كنتمنى من عندكم كربت عليا الدريات خوا جاتهم تاتا، كربت عليهم، داك الوليد قد رخشها في الباني ودار الما، هذاك الباني الوليد، داك الوليد رخشها في الباني ودار الما، خلا فيه بخبخ، أنايا تيجي تيقول لي تقلع لي قلع لي قلع لي أنا في التليفون، وتيبقى يورينا ولادك عجبني هذا المرض هذا، علاش مخليني مشاكل جوع، نعس على برا بالزناق يا دخل هذا، برا كندور تنعس على خاطر كنجوعانا هاد الشوك، هاد الشوك هنا وزاوية تتكيو، كنتي تتكيو على شي واحد يقول لي عطيني الجندار دار 3 ايام، وحنا عندنا دابا مشاو معاكم، غير مشاو معاكم ان شاء الله، راه قالوا تنمشيو حتى البارح كنمشيو، ما مشاوش كيقول لك ما جاش، حنايا دابا الكورونا هادي حنا ما عندنا ما نديرو، لين الحكامه سادة كلشي ساد، عندنا ما نقدو ولا لا فارس، بعدين منا حنا هنا كاين داك الزرع اللي فوق والسكاي ولا كاين شي فاتور ولا كلشي، ما عندنا ما نقدو بيه دابا، هو كاين كلشي حاسد، دابا الدريه مشرا هذاك النهار قلعت ليا
السلام عليكم متابعي قناة شوف تيفا اللايف المباشر من مدينة سلا بالضبط بوقنادل. كنتمناو تتفاعلوا مع هذه الحالة ونحاولوا نوصلوها ونعطيوها المساعدة، وكنتمنى من رجال السلطة والمحلية باش يعرفوا هذه الحالة عندهم بأنها تتواجد في بوقنادل ويحاولوا يديروا معها يعني شي حل ويعطيوها حقها ويرجعوها للدار ديالها. وشكرا لكم متابعي قناة شوف تيفا اللايف المباشر من بوقنادل.